المنتخب المغربي في الصدارة برصيد 9 نقاط، المنتخب الأردني في المركز الثاني 6 نقاط، المنتخب السعودي في المركز الثالث نقطة واحدة بفارق الأهداف عن المنتخب الفلسطيني. ربيع، مباراة المغرب، منتخبكم مبروك الصدارة وتأكيد الجدارة. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. طبيعة الحال حققنا المهم وهو التأهل إلى يعني الدور المقبل. بكل تأكيد يجب طيحة الصفحة والتفكير يعني في المباراة القادمة، خاصة مباراة الدور الربع، اللي شخصيا نشوفها بأنه هي المفتاح اللي ممكن من خلالها إذا ما تجاوزه المنتخب المغربي أنه تكون عنده فرص أوفر من أجل الوصول النهائي والظفر باللقب. أكيد 9 نقاط أو 3 انتصارات مهمة في دور المجموعات، أنك تنتهيها كذلك بشباك نظيفة هو شيء إيجابي، وبالتالي أكيد بأن المغرب حاضر يعني ليس فريق أول كذلك فريق ثاني، رغم أنه هناك اختلاف على العديد من المستويات. تقدم مستوى أكثر من رائع، كانضباط تكتيكي، كسرعة، كتحولات، منتخب متمكن جدا حقيقة في كل الخطوط، فطبيعي أنه هو يصعد كأول مجموعة بحكم الخبرة اللي معاه، بحكم الاستقرار الفني اللي معاه، بحكم أنه هو آخر بطل نسخة، بالإضافة اللاعبين ممتازين وجودة اللاعبين اللي معاه. تقريبا الجميع اتفق أن المرحلة الأولى أعتقد أن المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات حاليا كقناع في كل حاجة، فأعتقد أنه هو مرشح لبعيد أنه يذهب في هذه البطولة إلى جانب أي منتخب آخر. بدر، والله يشوف كل المنتخبات الآن اللي صعدت، خاصة منتخب مصر منتخب جيد متمرس ومتمكن، ومنتخب الجزائري ومنتخب تونس، هذا المنتخب منتخب خطر صاحب الأرض والجمهور، هذا منتخبات عنده لاعبين ممتازين جدا مستقرين، وعنده الخبرة وعنده السرعة في التحول في كل حاجة، المنتخبات جيدة جدا حقيقة، وتعرفها متعودين على هذه البطولات الكبيرة وعندهم لاعبين أكثر ممتازين. وفي بعض المنتخبات أساسا هذه المنتخبات طعموا بلاعبين محترفين معهم اللي موجودين في دول الخليج، فهذا بيساعدهم.